Buongiorno, oggi vi faccio vedere come trattare le padelle nuove. Questa è appena giunta nella nostra casa e allora bisogna fare il trattamento giusto in modo che duri per un sacco di tempo la padella. صباح الخير عليكم، جمعتكم مباركة كاملين، تحية لكل شي الإخوان والأخوات اللي كيتابعونا من الجزائر، تحية كبيرة ليهم. Grazie a tutti i nostri fan e un saluto particolare agli algerini, in quanto mettono sempre dei bei commenti a nostro favore. Grazie, grazie, grazie. كيف ما قلت لكم شكرا كاع للجزائريين اللي والجزائريات اللي متبعينا، شكرا كبير، شكر كبير ليهم، وشكرا ليهم على التعاليق الزوينه اللي كيخليو لينا، والشكر راه كيبقى لجميع المتتبعين ديالنا كلهم من اي بلاد. غا واحد المتتبعه جزائريه قالت لي احنا كنتبعوك بزاف وما عمرك ما سلمتي علينا. قلت لها بصراحه ما عنديش، ما خاسر والو، نسلم عليكم اختي، يعني مرحبا بكم وشكرا لكم مره اخرى. يلا خليكم مع الفيديو. هذه المقله جديده يلا جاتني، كتستعمل بحال شكل ديال الكوكوت، كطيب بسرعه الحاجه، كطيب بزاف ديال الحوايج، بزاف بزاف، ماشي غير شويه ديال الحوايج. غادي نبقاو فين ما استعملت اي حاجه غادي نوريها لكم اليوم ان شاء الله. غندير فيها لازان وما غاديش نديرها في الفران، غنديرها في البوطه وغادي نشاركها معكم. ولكن قبل ما غادي نستعملها جاكم وغادي يغسلها، غيدير لها الغسله الاولى وغنوري لكم كيفاش تغسلوا الماعن لاول مره بحال هذا الشكل. هذا القوامل، الطناجر، المقالي، البرارد، المقارش، اول استعمال ديالهم هو هذا. يلا جاك من ديامو لا باري. Allora, prima cosa prendiamo la spugna. Aul haja tisrad hadik lponja. Poi non adoperare questa parte, ma questa parte qua. Quelle come غادي تستعملوا هذيك الجهه الرطبه ماشي الحرشه. دير فيها الصابون. Passare per la prima volta, appunto. اول استعمال ما كتعرفوش شكون اللي كان كيخدم فيها، شنو تقاسات، شكون اللي قايسها، اش ماتيريال طاح عليها، ما عرفتوهاش في يد من كانت. يعني ضروري هاد الاستعمال يكون في اول مره، ان احنا الحاجه كتجي جديده وتستعملوها لا ضروري الغسيل، ضروري ضروري. واذا كانوا فيها شي تيكيتا غادي نشوف، الا لقيت شي حاجه فيها شي تيكيتا لاصقه غنوريكم حتى كيفاش تحيدوها بلا ما تبقى لكم هذيك الكولا لاصقه. هذه ما فيهاش نو تشاينيز نو تيكيتا، نو نو ما فيهاش. غنوري لكم الا لقيت شي حاجه اخرى فيها هذيك التيكيتا باش ما تبقاش لكم الشكوطش فيها لاصق. رويال رويال زويس زويس. المهم الا لقيتوا هذوك التيكيتات كبوا عليهم الماء، خليهم حتى يرطبوا وحيدوهم. ملي غتحيدوهم بالماء، الا ما تحيدش لكم هذيك الكولار رشوا عليهم يا اما شويه الخل ولا شويه ديال الزيت وخليوها ترطب شويه. ديروا الخل هو الاول، الخل راه دغيا كتحيد به. اوكي الا ما تحيداتش عاد باش ديروا ليها الزيت، اي زيت عندكم كيف ما كانت، وخليوها حتى ترطب وكتجيكم ساهله تحيد دغيا. ولا ديروا الشوشوار باش باقا ما تفزقوهاش، وغاديك الحاشيه ديال هذيك التيكيتا وكتطلع بسرعه. صافي adesso la sciacquiamo tutta. صافي هو غيشللها دابا كلها. تحيد لها كاع الصابون، راه زوينه هاد المقيله هادي وثقيله. اللي بغاتها تواصل مع الاخت صالحه، غنخلي لكم التليفون ديالها لتحت وتصيفطها لكم فين ما كنتم، غتجيكم حتى للدار. المهم انا البقله كتكون ثقيله كنعرفها راه هي زوينه، اما الا كانت المقله خفيفه راه ما غاديش تعجبني في الخدمه ديالها. اوكي بون صافي دابا شللها. Adesso la riempiamo di acqua. La fine deve scendere la voglia e ammarla per il ma. حاولوا تعمروا البراد ولا الطنجره ولا داكشي okay. حاولوا تعمروا حتى الفوق باش يتوصل لكم مزيان. نورمالمون نون تروبو بيينا سينو اشي فوالي. ما تعمروش بزاف باش ما تفيضش عليكم. لا ماتيلي. اوكي. لا ميتيامو سول فوكو. ما يحطها دابا فوق النار هنايا. يلا كيوديامو. وغنسدوا عليها. هانتوما شفتوا راه كتسد هادي لان كتسد مزيان بحال الكوكوت، داك البخار غيطلع ليها الفوق، يعني غتغسل حتى من الداخل ديالها من هنا. الا كانت عندكم شي طنجره عندها الكسكاس ولا شي حاجه نفس العمليه، اما الا كانت شي حاجه فيها جوج البياسات حاولوا تعمروهم. كون كانوا هادو جوجات وكانت كتحيد ليا من الهيهو كبيره وما كتسدش، غنعمرتها هادي بالماء ونخليها. اللي عندها بحال هادي كبيره هكا، راه كاينه الكبارات بحال هادو
عمر هاد الجهة تا هي بالماء وتخليها تا هي تغلي باش توصلها مزيان صافي. Aspettiamo che vada in ebollizione qualche minuto che bolle e poi si può togliere, diciamo, e la lasciamo raffreddare. Togliamo l'acqua e la lasciamo raffreddare. قلكم غنخليها حتى تغلي مزيان هذيك الماء اللي فيها وغادي نخويها وغيعاود يشللها. Come si può vedere, la mia pentola, padella, cioè, sta bollendo. Oh, ve la faccio vedere. Quella! انتوما هي كتغلي كيما كتشوفوا هكا Quindi spengo, صافي. دابا قالكم غادي يطفي. la lascio raffreddare e vi faccio vedere dopo com'è la situazione, ok? قالكم غنخليها واحد شويه حتى تبرد هنايا وغنوري لكم شنو غيدير لها عاوتاني. Allora è pronta la nostra padella, مقلايه togliamo l'acqua هيا فترات شويه هذيك in الماء eccesso غيحيد e ليها هذيك الماء. ok, allora abbiamo tolto tutta l'acqua, la sciacquiamo. هنا صافي خوى ليها هذاك الماء وغادي يشللها دابا كيف ما كتشوفوا هكا، ان الماء ملي كيغلي في الحاجه اوكي كيطلق لها الكار وداك الشيء. دونك شللها واحد شويه ريسو e adesso la sciogliamo. صافي. دابا غادي ينشفها وغادي يوريها لكم. Allora, adesso la asciughiamo molto bene. او كي نشف فيها انتما زوينه. دابا تحتفظوا دائما على المقلات ديالكم يبقاو مزيانين هكا، كملوا بهم مسحوهم نشفوهم، واستعمال الاول دائما يكون بحال هكا. Ok. Bon. La mia padella è pronta per l'uso. Spero che vi sia piaciuto il mio video. Al prossimo. يلا Ciao. قال لكم نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو تشجعتكم القناة باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جمع عجبكم فيديو. مع السلامة.